واش بارك الله يا راسك حل شوف نقاش هاد ولكن ما شوف الدهران راني ما عرفتش كان عازل هنا والله ما عرفتش شحال ديالهم شحال كيقول فيهم؟ كحلة كحلة شحال؟ 50 هذه 50 شي الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخوان، كي دايرين بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هنا في سوق ريع الطيور اليوم الاحد، وندور ان شاء الله نقول لكم اجواء ديال واتمنى الحيوانات والطيور الموجوده، ونتمنى من الخوت انه ينفع شقانش انه يتفاعل، والله ما يسهل الجميع. شوف هذا ها هو ها بلاتي ها هكا صعيبي ها ويل هذه اللي باغي يا خويا مصطفى عطيني مشابش صافي عطيني الدري هذا راه باغي اليوم ها احنا قلنا ربما تتبغي ارى لي هذه ارى لي هذه 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 هذا 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 اللي مشى القنش ترى ولا شوف هذا هذاك الكحل ولا الاخر ارى هذاك هذا راه مليحه هاد السلعه هذه واخا يبان لك الحموريه راه ماشي برا هنا شحال هنا 80 ياك خويا شوف بالنسبه لنا شوا انت خوت الكحول شوا راه 15 هذا هذا ما تيريش بدنا الثاني يجي بدنا خوته هذا ها هو هذا دريس بالنسبه لنا راه خويا مصطفى 0682 24 87 68 68 اللي بغا شي حاجه النمره والله ما يسهل الجميع الله يحفظك صندوقة صغيرة واش خدمتها؟ واش خدمتها؟ تبقى مريض حمود اش قال لي؟ قال لي عندك يجي كوفة شحال داير هنا خويا صندوقة صغيرة 70 درهم وزيدوا 70 درهم زيد 70 ويمشي بحاله 70 ماتش 70 درهم هاد الكورة بالنسبة لمشاو هنا هاد القطة هو 70 وطاف 70 عباد الله زيتوني هو 70 درهم فرصة مناسبة بالنسبة لنتا واش شحال واصلين؟ نتا 15 النمرة اخويا عمران 06 06 190 190 90 70 70 اللي واش هاد النمرة والله ما يسهل الجميع الله يحفظك على حساب الماتش بغيت نقول لا دايرك شحال ديالي اليوم 11 يوم عندك وفي الكريم عارفني قلت عندها نهار عندها يوم لا صافي لا لا يرحمك 88 عارف راسي كنبيع مليح عارف راسي بايع مليح والو انت حاط تليفون كيف زعما صورنا عادلين هاد الجبال زعما شفروات هذا شحال عنده؟ هذا عنده 3 سنين خليك هذا الثمن ديالو شحال 550 07 61 64 54 95 97 مرحبا اخويا في اي وقت الله يحفظك الله يسير الله يحفظك الله يسير
مولعين اخويا. السلام عليكم يا خويا مصطفى، بخير؟ صحيح الله يحفظك. كاين شي ولاعة بالولاعة بالدارة اللهم بارك. نبداو بالوطيوات نيت، شحال الوطيوات اخويا مصطفى؟ هذا هو العش، الثمن ديالو هو 400. انا ما كرهتش نشوف الغراب بعدا، تبارك الله تعالى الغراب. الثمن ديالو شحال؟ الثمن ديالو هو 600 درهم. هذا ولد العام ياك؟ ولد العش، هذا ولد العش. الثمن هو 600. بالنسبة للزرزور الثمن ديالو هو 150. بالنسبة للوطواط هنا 300. هادي هذا ديال نتيوا واقيلا، نتيوا الثمن ديالو شحال؟ عامين. الثمن شحال؟ الثمن ديالو شحال؟ 105. بالنسبة للجهمومية 2000 درهم. هادي راه قال لك داوية. بالنسبة للولاول هنايا قديم راه داوي، الولاول كيبداو من 200 درهم، هنا راه من 200 درهم وانت طالع، من 200 درهم وانت طالع. بالنسبة للطيوط هنا خويا مصطفى، ها الثمن ديالو شحال؟ 800. هذا راه ولد العش. بالنسبة للجحمومية الثمن ديالو شحال خويا مصطفى؟ الثمن ديالو 400. بالنسبة للمقانن؟ المقانن راه كيبداو من 300 درهم وطالع وغادي طالع، يعني من 300 على حساب الكلام وعلى حساب القدومية. بالنسبة للنمرة خويا مصطفى؟ 0674 84 54 94. اللي بغا شي حاجة النمرة اللهم يسر الجامع الله يحفظك خويا مصطفى، اللهم يسر. خوت اللي كيسولوا على الاقفاص راه تبارك الله، هذو راه قفوزة. بالنسبة لهذو الثمن ديالهم شحال؟ 150. هذو الثمن ديالهم هو 150. راه عندهم سرير، بغيتي سرير فيه شرابة، بغيتي سرير فيه ما فيهش شرابة، ما فيهش يعني السرير بحال ديال مالاقا. وهذا ما فيهش بلاصه الشراب. تا زوينين. الثمن ديالهم شحال هذا؟ 150. 150. بالنسبه للعود شمن العود هذا؟ كاجوال. بالنسبه اللي بغى السرير يكون كيحيد، راه تيتحيد هذا. هذه تحيد ياك؟ تحيد وخرجوا من الباب. يا بالنسبه لاي عبارات كتصايب؟ هذاك راه كاين هذا العود وكاين هذا العود ياك؟ هذا كاجوال. هذا ليطر، هذا ليطر. وبالنسبه للماده اللي زوينه واش ليطر ولا اكاش؟ بحال 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 بحال. ها هو هذاك احمر وهذا شوف ليطر واش ديال برا ولا ديال هنا؟ يعني على حساب ليطر واش تبارك الله. بالنسبه للنمره 06. 06 هذا 130. هذا 130 درهم. هذا واش 130 حيت صغير ولا؟ لا 130 ليطر. هذاك حيت اكاجو غالي شويه. اكاجو كيكون غالي. بالنسبة للنمرة 04 99 28 01 23. اللي بغى شي حاجة النمرة اللهم يسر الجامع اللهم بارك. عشاق الدجاج كومباطو، هذا ديال الكومباش. بالنسبة لهذو كيكونوا هما غير الدكورة، هما اللي كيكونوا كدار وياه هذو الدكورة هذو نتاو. بالنسبة للكومباش كيكونوا الدكورة ياك، الدكار هو اللي كيكون قبيح، كيكون كومباش على تبارك الله. بالنسبة لهادو العمر ديالهم شحال؟ هذا عام، هذا 8 شهور. هذا عام، هذا 8 شهور. هذا يعني الدار الأولى. الدجاج هادو، الدجاج الثمن ديالهم شحال هادو؟ 120 ألف فرانك الكوب. 120 ألف فرانك الكوب، يعني هي 1200 ياك؟ هي 1200 الجويجة. بالنسبة للنمرة؟ كان النمر 07 12 12 71 38. بالنسبه للفلاش ديالهم عندك ولا لا؟ لا باقي ما بداش الانتاج، يعني باقي ما بداش الانتاج. اللهم يسر اخي.
شا عنده هذا؟ هذا عنده عام. كم ديالو شحال؟ 700 درهم. 700 هذا قلت له حفاظة. يعني راه فيه المغربة. بالنسبة للحفاظة شنو حفاظة حافظ؟ حافظ 3 درهم وهذا مغربة. حاط عليه تركيبة. يعني كل شيء حاطي تركيبة. حاط عليه تركيبة للمغربة. ها بالنسبة للنبرة؟ هو لياش، هازارياش، حسن هوياش. يعني الطير مازال يقول إن شاء الله. بالنسبة ما كاينش تسمعوا في واحد دقيقة ولا دقيقة ونص غتسمعوا. يعني الطير خاصك تريح وتسلط له يعني. بالنسبة للنمرة؟ 07 07 66 20 66 29 اللي بغى شي حاجة النمرة. اللهم سير الجميع. الله يحفظك أخي. اللهم سير. السلام عليكم. السلام. صحيح. الله يحفظك. الله يحفظك. اللهم بارك. بالنسبة هنا إيش كاين أخويا السلاوي؟ جلوستر والساشيني. لا كاين الساشيني هنا. اشمينا شحال؟ هنا ميشي بحال الساشيني بحال الجلوستر. وهذوك البيسات اللي بويت سامبل هي 250. بالنسبه لهاد البويوت سامبل اللي في الجلوستر ياك الثمن ديالهم 250. بحال هادو سامبل. اشمينا يعني اللي بيض كامل الثمن ديالو 250. بالنسبه للوان اخرين وبالنسبة للساتيني راه الثمن ديالو هو 200 درهم. وبالنسبة لهنا؟ هنا من 150 حتى 180 بالنسبة للفلاش. البلاطة ديالها 150. بالنسبة للبلاطة 150. بالنسبة للريسيسيت 150. بالنسبة لهذا بورتو فاي ولا؟ لا هذاك جاسبي. هذا جاسبي. الثمن ديال جاسبي شحال؟ 130. بالنسبة للنمرة؟ 0640 22 03 52 اللي بغى شي حاجة النمرة. اللهم يسير الجمال. الله يحفظك. اللهم يسير. اللهم بارك في الشق الأرانب. دابا هادي شمن اللي راس هادي؟ بابيو. هادي كاليفورنيا. هادي تقريبا شحال تكون عندهم؟ كاين 5 شهور تما. 5 شهور بعدا كاين. يعني 5 شهور. يعني واش يقدروا يزيدوا يكبروا على هكا ولا هذا هو ال اللي طلق العام بزاف وبغى يتفرج يطلق العام ويتفرج فيهم. اللي بغى يخدم خاص يخدم بشويه باش ما يسمعلو فيه نتاعو. باش ما يسمعلوش. وما يتقالش الكار. وبالنسبه للطول ديالهم كيبقى هكذوك ياك؟ يتزادوا حيت ما كيتزادوا غير 5 شهور مازال. 5 شهور. وما على شحال شحال؟ كيدور العام صافي كيعرفش كيوقف على الجبارين يعني. هو تا كيكمل العام. هنا الاثمنه ديالهم شحال هادو؟ كاين 5600 وكاين 4600. الكار 5600. يعني كاين الكار 2800. والنشوة؟ 230 درهم. بالنسبة لهادو واش الكرول ولا نتاو؟ الكرول وسطان. بالنسبة للنمرة؟ 06 81 82 55 70. اللي بغى شي حاجة النمرة. والله ما يسير الجميع. الله يحفظك اخي. الله ما يسير. السلام عليكم. كيداير خويا رشيد؟ الله يكبر بك. الله يحفظك. الله يحفظك. ديما الجديد اخويا رشيد. مرحبا. ديما الجديد والجمال. وراه طرا الجمال. الله يبارك. هنا اشمينا شحال اخويا رشيد؟ 80 درهم. هنا 80 درهم. بالنسبه لهذو شحال عندهم؟ ما فايتينش 3 ايام 4 ايام. 3 ايام 4 ايام. ديما حاليا كنخدموا على الصيد الجديد. لحقاش راك عارف يلاه البرانيه دخلات. طير بقاس. الله يبارك. لا خشيتي يدك وجبدتيه طير ملك. تبارك الله. بالنسبه لك هنا الدكوره؟ كلشي دكوره. يعني هادو دابا ما ياكلوا الزوان اخويا رشيد ولا ياكلوا؟ حنا مازال في المرحله ديال باش تروضوا على الزوان. كتعطيه الزريعه والتخليطه وكتعطيه اون ميم طون كتلوح ليه حتى الزوان. فهمتي ديما بحال قلتي عندهم ميلونج كدير واحد سيرتان طون واحد الوقيات شويه مده ديال 10 ايام ولا 12 يوم كتبدا تحيد ليه الزريعه تشوف داك الشيء كتبغي دير ليه الزوان ديالك. يعني بما كلا الزوان وبدا يولف عليه هو عرف شنو هو الزوان. تمام. وطويرات ديال دابا ما يخافش منهم الانسان لحقاش في الباديه ديالهم اصلا واكلين الشوك على برا ماشي واكلين الخضار كلهم باقيين صحاح وكلهم كيعيشوا الناس بزاف اكثريه. وبالنسبه لهذا الطير زعما الطير واحد يقدر يعيش ولا خاصو يكثر من شي؟ لا لا واحد يعيش. واحد يعيش. احنا درنا قدرنا مقبول زرع اللهم بارك. 80 درهم صافي. شمال هو 80. بالنسبه لنا خلي يقلب كل شيء صحيح ما كاينش الطير ضيع. عيد مبارك. اسمح لي. كلها صحيحة ما كاينش الطير اللي راه
بالنسبه للنمره خويا رشيد 0619 0064 64 32 62 34 الله يبارك لي واش حاجه ها النمره والله ما سير الجهه غنخشي يدي السي بقى معايا على المباشر غنخشي يدي عيني مغمضه عيني راه مغمضه هو اللي شدو ما كاينش غلط انت شوف هذا والله ما شدنا بالنسبه للصحه خويا رشيد انا ديك الشركه ديال الله جمال ديال خويا يوسف اللهم بارك الله يحفظ خويا رشيد اللهم يسر تبقى الشاق الاول بالنسبه للاول اخويا عبد الغني 70 اخويا 70 انا اذكر ايه 80 انا اخويا يوسف جمال جمال اخويا هو بالنسبه لهذا ديال الخلا واش كيكونوا فيه كلام بزاف ولا كيكون غير كلام واحد؟ لا فيه انواع كله كلامه يعني كله كلامه ماشي يختلفوا المراكز ملتي الحساب يعني ماشي كلام واحد لا ما كاينش ما كاينش واحد كلام واحد هو هذاك القرع اللي قلت لك يعني راه تمام وسليم بالنسبه للنمره خويا فلاني 0668 40 40 38 38 78 78 اللي هو شي حاجه نمره اللهم سير هنا شحال قلنا اشمين هنا؟ 70 درهم الثمن ديالهم هو 70 درهم 70 درهم تباعت في الاول 80 درهم يعني 80 70 ما حد كتعزل وياك كترخص والسلعه على حساب الكاليتي السلعه شاذه كرما الزوار شي دور الكاجو تبان لك شي درياك حلا راه منا يعني هادو شي ياكلوا الزوان ولا خاصك لا بد الزرع والزوان شويه الزريعه يعني لا بد تعاونهم شويه الزريعه نهار تقريبا ديال الزريعه صافي ياكلوا الزوان ديري يعني لا بد تعطيهم نص زريعه ونص زوان هنا اشمينا قلنا هو 70 بالنسبه للنمره 07 02 02 04 08 08 79 79 اللي هو شي حاجه النمره والله موصل الجامع نجاوب شحال دازو 15 درهم اللهم يسر بالنسبة لهذا راه دفران بيضين راه عندك كتشد دفران بيضين كثار من داك الثمن كتشد دفران بيضين وبالنسبة راه فيه واحد شوية البيوضية في الديال ديالو الثمن ديالو شحال هذا؟ شحال شحال اخويا هذا؟ الدار ما كيسكتش ها الجو اليوم مخربق مع البرد داكشي شحال طالب هذا؟ الثمن ديالو 600 الثمن ديالو 600 شتي راه قلبناه قدامك راه فيه واحد جوج بايرات بايضين كاين واحد جوج دفران بايضين بالنسبة للنمرة 066 53 58 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسر الجامع طويرة عنده امين كنت عندي انا اربع طويرات شتي خد مارا ولا خديتي دابا نعطيك شي سوق كي ولا قديمة قديمة هذي قديمة ديال الصورة قدامة ديالها عندو خويا يونس هذا؟ عندو عمي عمي وده جدر ولا قراع؟ جدر جدر باقي الله جيد تبارك الله عمي سي جبتو دابا مليح كلشي ميسو هنا ليه هنا مليح ها نديرو شي فيديو هذا الكلام هو بلدي يعني كان بكل كريه حنا راك عارف يوسف الله يرحمه الثمن ديالو شحال كيبقى 800 الثمن هو 800 الثمن مناسب مقارنه مع الثمن مع الصواب على الله مناسب غير زين
بخير مازال الله خارج في الدار الدار خاص ان شاء الله مش خليها ما كيبغي يدوي مسكين راه خاصك تضرب عليها باش ما تجيش طالع ولا شي حاجه وبالنسبه للنمره خويا يونس صافي خويا يونس توسق 36 56 91 37 اللي بغى شي حاجه النمره اللهم يسر الجميع راه كاينين طويرات كاين ميسو كاين يعني هاد النمره فيها الواتساب انا راه كاين وقع هنا كاين مساشة الله يحفظك خويا يونس اللهم يسر الله يحفظك خويا يونس الله يحفظك السلام عليكم كيف خويا مهد بخير ساعه الله يحفظك اللهم بارك السلام الله يحفظك نبداو من نعم هانيك اها النسوة هادي شحال عندها خويا مهدي؟ هادي كمل البيع ديالها ما بقى ما نقولو هادي تباعت خوتها ما كاينينش صافي هذاك كاين هذيك نتيوا كاين هاد هادي خوتها ما بقاوش ياك نتيوا زوينه مزن الله يسخر المولى الله يسخر دابا هي واش كتلقاو قبيحه ولا نلقاو؟ لا زعما كتاكل زعما هادي ماشي قباحه وش اها بالنسبه هادي تقريبا شحال تكون عندها؟ هادي اخويا دابا طالعه شي شهرين ونص شهرين نعرفوا شحال تباعت ولا كيبقى هذاك الشيء سير مشى تب بالبيع ياك ما كاينش خوتها ما كاينينش ما كاينش دابا شهر ثلاثة ان شاء الله وبالنسبة للكبير كاين الكبير ولا لا؟ كاين يعني كاين الكبير بالنسبة هنا كاين جويجة 1500 دخل كحل ويجا بيضاء دخل ولي هو هذا ياك اللي من هيك كحل وكاين هذا دخل فرادي 300 درهم هذا فرادي 300 هذا بو هذا 300 بالنسبة لخويا جويجة 1500 اللي من هيك وهذا غادي نجيو بالنسبة للهجم وين تحجب 30 درهم الهجم 30 درهم هنا 30 درهم هنا 30 درهم هذا في يومي ذهبي الثمن ديالو هو 30 درهم بالنسبة لهنا جا 70 درهم جا 70 هذو البلدي ياك هذا خالد بالنسبة لهنا هذو 30 درهم بالنسبة لهنا في يومي الروج الثمن ديالو 120 درهم بالنسبة للبيبي البيبي كيبقى 180 درهم في البيصة 180 هادو نشاوي ياك بالنسبة لهنا هادو 500 درهم هنا 500 درهم في البيصة واش هذا بلدي لونه وكا ولا بلدي هذا بلدي بيض بالنسبة للدجاج هذا مهدي الثمن ديالو 500 بالنسبة للحجر البيض هنا حجر البيض الثمن ديالو 100 درهم بالنسبه للبيض البيض خالد 5 درهم بالنسبه للاخر 5 درهم هانت في يومي 5 درهم كلاها الفروس الصحوني واخا ياكل باينه باينه النقطه سلام سي عبد الواحد بخير بخير هاني زين راه بحال النقطه ديال الفحل الشيا راه لاك كانت بيضه قداش ناهي راه لاك لا ايه البيوض هي تتبان لك يعني الفحل كيتعرف هذيك البيضه النقطه كتكون فيه نقطه بيضاء 5 دراهم 5 دراهم كان بيعوا 6 دراهم 5 دراهم خوت لي عشبه بغيتي 1000 2000 3000 حتى 10000 شنو النمره اخويا مهدي 06 76 76 18 72 72 41 41 اللي بغى شي حاجه اللي بغى شي حاجه يصيفط لنا المعقول راه كاين كاين وعلى الفلوس سير اللهم يسر اخويا مهدي السلام عليكم كيداير خويا محمد بخير صحه الله يحفظك اللهم بارك نبداو بالكسندر هذا اللي بقى خويا هذا هو اللي بقى هذا تكير تكير ضارب هاشم الثمن ديالو شحال اخويا محمد الثمن ديالو 2020 واش الخدمه الثمن ديالو قلنا هو 5000 بالنسبه لهنا هذيك فلومين واش داك داك الشيء 2100 بالنسبه لهنايا 3500 2500 هذيك ديال لافريك ديال 1400 هذا تكير هذا تكير بالنسبه لهادو نتاو ياك هذا تكير هذا نتيوا هذه نتيوا هذا تكير هذا راه من الاقدم الطيور اخويا محمد هذا من الاقدم ياك هذا ديالي في واحد الدريسه زوين هذا البيع تا هو ولا الثمن ديالو 3000 الثمن ديالو هو 3000 راه تكر ياك بالنسبه للمولينا
كولينا كاين كوبلاري فيت هاي داير 3200 كاين هاد الاوبالين داير 1400 هذا باك 2020 هذا بالنسبة لهذا باك 2023 هذا 2020 راه عندهم لاديين ديالهم كامل 2023 هذيك ديال الكويكا دايرة 2800 ويكر الثمن ديالها هو 2000 الله يحفظك الله هذه فاش منها خدام بالنسبة لهنا لتحت هذه ديال كواط دايرة 3500 باك 2020 هنا دايرة 3500 باك 2020 باك 2020 بالنسبة لهنا اليويو السلام عليكم كيداير بوهاز خير صاحب الله يحفظك الله يحفظك اللهم بارك بالنسبه لهادو كوبلات ياك هادو راه جوجاج الثمن واش كيتباعو في الراديين ولا كيتباعو في الراديين ولا شويجه بالنسبه للثمن شحال هنا اجي معاك لي جيبين هنا 400 درهم بياسه سيمانه مطابقه غير تعرف هاد الثرف هاد النشوه هنايا ديكورة واقع لها هادو ياك هادو ديكورة بحال بحال ياك بحال بحال الثمن هو 400 بيس بحال النشوة بحال الثرف بالنسبة للنمرة اخويا هسه 45 61 40 89 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسر الجمال الله يحفظك وما يسر